طيب لو اقول لك عندك ثلاث رسائل هتبعتهم، اول رساله هتبعتها لمين وتقول فيها ايه؟ اول رساله للحاجه هتقول لها في ايه؟ اقول لها خدي بالك من صحتك، كمل كمل كمل، ربنا يخليكوا لبعض ويخليها لك وتفضلوا كده منورين الدنيا كلها. وربنا يديك طول العمر يا رب ويشفيك يا رب. امين يا رب، امين يا رب، واحنا في ايام جميله ان شاء الله ربنا يتقبل منك. لو قلت لك هتبعت رساله تانية لمين وهتقول فيها ايه؟ بقول لحسام ربنا يهديك وخد بالك من عيالك عشان تربيهم كويس. لو عندك رسالة تالتة هتقول فيها ايه؟ ولمين؟ الرسالة التالتة هتبعتها لمين؟ لأختي الله ربنا يشفيها ويطرح البركة فيها ويزيل عنها المرض يا رب. الرسالة كلها للأسرة، وده حاجة انتماء جميل مفيش بعد كده.